أعلنت الملكية الأردنية استمرار رحلاتها الجوية المنتظمة كالمعتاد وفي مواعيدها المحددة دون أي تغيير على مواعيد رحلاتها المغادرة والقادمة نتيجة الأحوال الجوية السائدة. المساعد التنفيذي لمدير عام الملكية الأردنية للإعلام والاتصال باسل الكيلاني أوضح أن الملكية الأردنية اتخذت الإجراءات المناسبة في ضوء الأحوال الجوية بما يكفل تسيير عملياتها وتأمين نقل المسافرين بأعلى درجات الراحة والأمان بالتعاون مع جهات كافة ووفق خطة طوارئ مبرمجة مسبقا. ودعت الملكية المسافرين إلى التواصل مع مركز الاتصال التابع للملكية الأردنية على مدار الساعة للاستفسار عن مواعيد الرحلات في حال حدوث أي على مواعيدها.